يحجبك ابن عمي. مين انتي؟ لك انا فريال بنت عمك. فريال؟ قل له عوزه برب الفلق. بسم الله عليك بسم الله عليك، شو صار لك تقبرني؟ كابوس يا بنت عمي كابوس. الظاهر متقل بالاكل؟ ايه متقل بالعشاء. تاني مرة لا تتعشى تقيف. هلأ تقبرني، تسطح ونام وقراب سرك ثلاث مرات سورة ياسين، بتنام وانت مرتاح. خو تقبرني اشرب لك طبعة مي. ابن عمي ابو بشير، قوم تقبرني هلا بتوجعك رقبتك. طمنيني، شلون صحيت مجوزيف؟ الف الحمد لله، صارت كتير منيحه وهلا فايتي اعمل لها عشاء. وهيك الحكيم قال ما بتاكل الا شوربه. اي على عيني ابن عمي. وينك؟ لا تنسي ما تعطيها الدواء. لا ايوه شو انسى اعطيها الدواء؟ هلا بدي اعمل لها لقمه شوربه واسهر معها، بلكي اعتازت شي بالليل. الله يعطيك العافيه يا بشير، كل شي بثوابه. يلا تصبح على خير. وانت من اهل الخير تقبرني.